تقام زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقع في الشام، وهو أحد المناطق السياحية الدينية المهمة ذات القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة في سوريا. ويقع المقام في منطقة السيدة زينب على بعد 7 كيلومترات شرقية دمشق. يزور المقام مئات الآلاف من الزوار سنويا، وهو يعتبر من أهم المزارات الإسلامية. يقع قبر السيدة زينب في الجهة الجنوبية الشرقية على بعد 7 كيلومترات من دمشق، وقد أصبحت المنطقة تعرف كلها باسم السيدة زينب. يبلغ مساحة المقام حوالي 15,000 متر مربع، ويتسع إلى 5,000 شخصا، ويتكون ذلك من صحن واسع يتوسط الحرم، وللصحن مدخلان غربي وشمالي، فمدخله الغربي أمام سوق القرية، وفي الطرف الغربي والشمالي للصحن رواق تحيط به الغرف والقاعات، ومنها غرف مخصصة لمنام ومبيت الزائرين. أما الحرم له باب مصفح بالنحاس المزخرف والمنقوش، وتم إكساء سقفه وجدرانه بتزيينات ونقوش من المرايا وفق تصميم هندسي بديع.